انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لواحد من صغار الفيلة يقاوم لمدة 3 دقائق هجوم 14 أسداً، وحاول 3 أسود اعتلاء ظهره لإنزاله أرضاً في وقت كانت البقية تجول حوله لإرباكه، وهو ماض إلى النهر للتخلص من هذه السباع، وقد استطاع تشتيتها بعض الشيء حين استدار ثم تابع طريقه إلى النهر، في حين بقي أسد متشبثاً بظهره حتى نجح وهو في الماء من إبعاده قبل أن يقرر الهجوم، فاستدار وبدأ يجري وراء الأسود ففرت كلها مذعورة.